الشرف هذا الفجر يضيء عليكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. نبدأ إذاعتنا بتلاوة لما يتيسر من آية ذكر الحكيم من الشيخ محمد صدي المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أفرأيتم الماء الذي تشربون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين من
فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل
صدق الله العظيم. وهكذا أيها السادة بدأنا إذاعتنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بتلاوة من آية الحكيم من الشيخ محمد صبيح.